وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. سيد أشرف، بعد ما صرحت به القاهرة بالأمس، هل ستغير مصر طريقة تعاملها مع الجانب الإسرائيلي؟ أستاذ أحمد، مساء الخير لحضرتك وأيضا السادة مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. بكل تأكيد الاستراتيجية المصرية استراتيجية ثابتة تتسم بكثير من المصداقية والموثوقية العالية. منذ 7 أكتوبر حتى الآن تستمر القاهرة في الدفع بجهود التسوية السياسية والتفاوضية، وفي نفس الوقت أيضا تلعب دور بارز وقوي فيما يتعلق بتوفير استحقاقات الدعم الإنساني والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقديم كل سبل الوقاية والإغاثات الطبية والوقائية، وحتى فيما يتعلق بدخول الشاحنات استمرت وما زالت متمسكة بفتح معبر رفح 24 ساعة حتى هذه اللحظة. والجانب الإسرائيلي هو بعد اقتحام رفح والسيطرة على البوابة من الجانب الفلسطيني هو الذي يعرقل دخول هذه المساعدات، لأن التواجد العسكري هذا الأمر سوف يؤدي لأن يكون هناك وقوع كوارث للعاملين في تلك الهيئات التي تقوم بنقل المساعدات. نعم. بالإضافة إلى عمليات الإسقاط والإنزال الجوي وقمت المستشفيات الميدانية في منطقة خان يونس ونقل الجرحى الفلسطينيين. أعتقد 7 شهور المجتمع الدولي يعلم تماما والعالم برمته يعلم تماما حجم الجهود والتضحيات والتحديات التي واجهتها القاهرة من أجل الاستمرار على وتيرة استمرار فتح المعبر وتقديم هذه المساعدات بهذا الزخم وهذا الكم الكبير. وفي نفس الوقت أيضا تلعب دور في تشكيل الحاضنة السياسية والتفاوضية للجانبين حماس وإسرائيل في القاهرة، وبالتالي القاهرة مستمرة في أداء مهمتها ورسالتها على المستوى السياسي والإنساني والوقائي والطبي. واعتقد ان القاهره اعلنت اكثر من مره انها جاهزه لكل السيناريوهات. اذا الجانب الاخر الجانب الاسرائيلي تعقل وبلغ من الرشاده وتحكيم العقل فيما يتعلق بالتعاطي مع تفاصيل المشهد وعدم مخالفه قواعد التفاهمات بشان حمايه الفلسطينيين وحتى الحدود المصريه الفلسطينيه، اعتقد القاهره اعلنت على كل الاصعده عبر جمله من الرسائل السياسيه والدبلوماسيه والاعلاميه عبر القاهره الاخباريه بالامس عديد الرسائل أنها جاهزة لكل السيناريوهات وأنها لديها من الأدوات والإمكانية للحفاظ على أمنها القومي، ما يضمن له صيانة وحماية أمنها القومي هو بالدرجة الأولى قضية القضايا. وبالتالي الجانب الإسرائيلي لديه علم بمجمل تلك الرسائل وعليه أن يسعى إلى تغيير المعادلة نحو تغيير قواعد التمركز والتموضع داخل قطاع غزة وبالأخص في منطقة رفح، ويسمح بدخول المساعدات على وجه السرعة وأن يلبي في مجمل المقاربات التي قدمتها القاهرة في جولة المفاوضات الأخيرة بإمكانية إحراز نوع من التسوية. وبالتالي القاهرة جاهزة لكل السيناريوهات بشكل حجم وشكل وتمضمون التعاطي مع تلك الخروقات الإسرائيلية من ناحية، وتمد اليد لمساعدة إنقاذ الشعب الفلسطيني بأنها تعتبر هذه القضية. نعم. سيد أشرف، كيف استقبلت مختلف الأطراف رسائل القاهرة وخصوصا الجانب الإسرائيلي؟ بكل تأكيد أعتقد بالأمس كان يوم حتى الصحافة والإعلام الإسرائيلي بالأمس واليوم حتى عندما من لديه درجة من المتابعة يرى أن هناك لغة في التعامل مع هذه الصحافة لمطالبة نتنياهو بأن يعود مرة ثانية للمقاورات وأن يلعب دورا كبيرا في الاستجابة والتعاطي، باعتبار القاهرة هي الأكثر ضمانا وأكثر حكمة فيما يتعلق بتفصيل التوصل إلى صيغ تفاهمات تصب في خانة إنقاذ إمكانية توفير استحقاقات الدعم لي قضية الهدنة وأيضا مسار التفاوض وإمكانية أن يكون هناك بالفعل علاقات أكثر هدوءاً مع القاهرة، لأنه هناك تحصيلات من قبل جنرالات الجيش الإسرائيلي السابقين في كثير من محطات التلفزة الإسرائيلية خلال الأيام السابقة وحتى أمس الأول تهدد نتنياهو وتقول له عليك أن تلتزم بالحكمة والرصانة في التعامل مع مصر. مصر دولة قوية ومركزية في العالم في الشرق الأوسط تحديداً، ولديها من مقاومات القوة ومؤهلات الحضور على المستوى السياسي والأمني والدبلوماسي حتى العسكري يصنفونها لأنها قوة ضاربة. وبالتالي هناك وجدنا اجتماع لمجلس الكابينت بالأمس واليوم يسعى لأن يكون هناك بالفعل تكليف وفد الإسرائيلي بالعودة مرة ثانية طبقا لخريطة الطريق ورعتها الطريق بعد الأفكار للعودة ومفترات القاهرة. أعتقد القاهرة برسائلها لعبت دور رسائل رادعة وتحذيرية للجانب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت أيضا هي ماضية مستمرة في احتضان المفاوضات ومساعدة الشعب الفلسطيني على أكثر من صعيد وعلى كل الأوجه. وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وعليها أن تغير سياستها والا ستخسر كثيرا كما تخسر وخسر نتنياهو والجيش الاسرائيلي على مدار 7 أشهر داخل اسرائيل حتى الان. كيف ترى التكامل بين تصريحات وزير الدفاع المصري اليوم وبين ما صرحت به القاهره بالامس؟ اعتقد رسائل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه اليوم
هي رسائل ردع جديدة تضاف إلى جملة الرسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية التي قامت بها بالقاهرة بالأمس، وكانت بعلم الوصول للطرف الآخر على الجبهة الشرقية والجانب الإسرائيلي. وأعتقد القاهرة أرادت بهذه الرسالة اليوم أن تكتمل مجمل الرسائل المصرية حتى يستوعبها الجانب الإسرائيلي، وحتى يكون هناك تدخل من قبل الجانب الأمريكي لإمكانيات عقلنة هذا الطرف الطرف الإسرائيلي، وأن هذه الرسالة من قبل السيد وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة تحمل أكثر من مضمون. هي تؤكد على صعوبة الموقف المصري والانحياز الأمن القومي المصري، وأيضا جهوزية الدور قوات المسلحة المصرية عبر سلسلة التدريبات والمناورات والاستعداد اللوجستي، وفي نفس الوقت أيضا تشير وتؤكد على حصافة ونجاح الدور على مستوى القيادة السياسية في توفيق كافة السبل والتعامل بحنكة وبحق كثير من الحكمة فيما يتعلق بتفاصيل المشهد لرعاية الدولة الفلسطينية كمطرح في الوقت المناسب، والتعاطي مع تفاصيل المشهد الخاص بتعقيدات الموقف في قطاع غزة بكثير من الحكمة. وأعتقد أن هذه الرسالة تمثل رابع خشن للجانب الإسرائيلي تضاف إلى سلسلة الرسائل الإيجابية التي استطاعت مصر أن تكشف كثير من بعض الزيف والإدعاءات والكذب الإسرائيلي، وتضع الأمور في الصباح الصحيح، وتجعل دول الإقليم والمجتمع الدولي على دراية وتفاصيل كاملة بتفاصيل ما بذلته القاهرة في المفاوضات وما سوف تبذله من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، باعتبار أنها لاعب رئيسي وجوهري وتتمتع بالحضور والخبرة وتراكم النجاحات في كل جولات التفاوض على مدى 10 سنوات الماضية بين حماس والجهاد من ناحية والجانب الإسرائيلي.